رياس انيستا، كرة إلى ديفيد فيا، ديفيد فيا والانطلاقة إلى انيستا، انيستا وبجانبه ميسي، ميسي 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 ميسي، الله 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 الله، يا سلام يا ولد يا روعة يا رائع أنت يا مخلص، يا تمام أنت يا تمام، يا كرة ذهبية يا ممتع يا جميل، في الدقيقة 44 الهجمة المرتدة النموذجية، أربعة لاعبين من برشلونة يأتوا لينيل ميسي وميسي يضع الكس، ليس لأنه هدف مهم ولا هو هدف أيضا خارق، بس لأنه هو هدف من ليونيل ميسي. شوفوا وضع الكرة كيف، شوفوا وضع الكرة كيف، شوفوا شوفوا كيف أعطاها الغمزة واللمسة وهمست في المرمى، همست للمرمى أنا قادمة، همست في المرمى أنا قادمة، أنا كرة يسارية ليونيل ميسي. ميسي في الدقيقة 44 يسجل هدف رائع من الإبداع ويسجل هدف إكزافي، مقطوعة من دفاع ريال بيتس، لكن هنا تأتي المقطوعة أيضا من ماكسويل وديفيد فيا، أمامية وممتازة في محاولة التسديد، تأتي أيضا أمام المرمى، جول 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 جول، هدف ثاني، هدف ثاني لبرشلونة، هدف ثاني في الدقيقة 17، ومن هو من يسجل؟ لا تسألوني من، فهو ليونيل ميسي في الدقيقة 17، ليونيل ميسي يملك الدقيقة 17، هذه إعادة، كرة قطعها ماكسويل ثم جاءت لديفيد فيا ثم إلى ميسي، ميسي حاول يضعها أولا ووضعها ثانية، مرت من تحت حارس المرمى وكانت أيضا بعيدة عن المدافع اللي حاول سد الثغرة هناك وسد الزاوية اليمنى، وبالفعل تأتي إلى الزاوية البعيدة، يتركها يتركها بيدرو، يطمن عليها بيدرو، يطمن إن هي كرة مين؟ كرة الحبيب عزيز، كرة صاحب الكرة الذهبية، صاحب اللمسات الرائعة. كرة في محاولة في الأمام، لا وجود التسلل للميسي، مع الثلاثية للميسي بالفعل، مع الثلاثية للميسي، وهدف مع الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة الثاني، كرة وانطلاقة في الأمام، والحلول تأتي من ليونيل ميسي وتأتي بقدم ليونيل ميسي، والتمريرة تأتي في العمق وانفرادية، واللي حاول بشدة في شوط المباراة الأول أن يكون بعيدا عن أي ضغوط، أن يكون بعيدا عن أي أهداف، ولكن هنا تأتي يا عيني يا إكزافي، يا عيني يا إكزافي، وكأنه رد أيضا بأنه خلاص الجائزة تبعت ميسي هي لإكزافي، وجائزة إكزافي هي لإنيستا، والثلاثي الثلاثي ثلاثي البلوغران الرهيب هو من يمتع ويسجل ويقدم على طبق من ذهب، يقدم سهرات كروية رائعة، سهرة اليوم.